بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة الشعبة العلمية لغات، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد عن أهم الأسئلة المتوقعة في امتحان مادة الكيمياء لطلبة الثانوية العامة بين قوسين لغات. الفيديو ده خاص بطلبة اللغات. في الفيديو السابق شرحنا توقعات أو أهم الأسئلة بالنسبة للطلبة اللي هم الرسميين اللي هم طلبة المدارس الحكومية، أما الفيديو ده خاص بطلبة اللغات. فياريت لو أنت أول مرة تزور القناة فياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، ولو أنت بالفعل مشترك في القناة ياريت تعمل إعجاب للفيديو بحيث الفيديو ده ينتشر ويصل لكل طلبة الثانوية العامة لغات، لأن طلبة الثانوية العامة لغات بيتعبوا لحد ما يوصلوا لمثل هذه الفيديوهات أو مثل هذه المراجعات. ويريد كمان تشار الفيديو بحيث تعم الفائدة. دمتم في أمان الله وبالتوفيق لجميع الطلاب ودائما موفقين، وتتمنى لكم قناة الإبداع للبرمجيات مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.